بسم الله. السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا من هنا من نواحي ديال قيصر جماعات ولاد الصغير. عندنا خمسة أربعة العجولة وعجلة. ربعة العجولة وبلجيكي في الكحل، عجل بلجيكي في الكحل في النوار والطالياني. فين هو البلجيكي؟ البلجيكي في النوار هو هذا. راه عندنا هذا بلجيكي في الكحل. باش تعطيني الاعمار ديالهم شحال تقريبا من شهر؟ هذا عنده 3 شهور. 3 زيد؟ هذه ثانية 3 شهور. هذيك عجلة بلجيكي ربعة العجولة 3 شهور وشي. 3 بلاجكا، واحد في الكحل وواحد طالياني، ها هو، وعجلة بلجيكية. نبداو، قلنا العجل هاد البلجيكي في الكحل 3 شهور، زيد هذاك اللي حداه تا هو بلجيكي. هذا عنده شهرين ونص. شهرين ونص. ما فوتينش بزاف. تلقيه قريب من بعضياته. قريب من بعضياته شهرين ونص بجوج. والعجله تاعي قد قلت لك العجله الكحل فوت في شي 8 ايام. فوت شي سيمانه. والطالياني؟ الطالياني صغير عليهم شويه، عنده شهرين قد ما فيش شهر. شهرين اخوان. تبارك الله ما شاء الله. خي حسن. نعم سي. باقي المهم حليب هذو ديال الرضاعه. باقي كيرضعوا. هذو قاصحين راهم ياكلوا ويرضعوا، هذا تاع الماكل كياكلوا كيرضعوا. هذو تا هما كياكلوا كيرضعوا، لكن باقي الرضاعه، باقي هذو تاع الماكل. باقي غالب على الحليب. باقي باقيين يرضعوا، هذو باقي خاصهم الرضاعه. راك كتعطي من السيلاج زي؟ السيلاج والنخاله وسيكاليم الديماراج ديالهم. ديال هذا الشيء. وهذا الحليب نعاولهم بالحليب. ها العجل ها. شتي؟ حليب، العجل باغي الحليب. تحياتي لكم كبيرة إخوان من هنايا من النواحي ديال قيصر. خي حسن، إلا بغينا نعرفوا تقريبا الأثمنة جملة ولا كل حاجة وثمن. غادي نتفاهم معاه بجملة، نتفاهم معاه كل وحدة. عاطيني شي سومة ما عجبانيش. تقدر تقول لنا شحال عاطينك خي حسن؟ عطوني 80,000 درهم في العجول، قال 20,000. قال 1000 درهم. 8 المليون؟ 80,000 درهم. هي شحال؟ 40,000 درهم. قلاش قلاش؟ 40,000 درهم. قال سمح، قال 20,000 يعطوني اليوم. ما قلناهاش فيها بحال 3 المليون و160. عطوني فيها 7,000 درهم. 7,000 درهم. ها انتم 3 المليون و160 اللي معطيه من العجول هما 4 والعجله 140,000. حسن عرفت يعني خاصك شويه، خاصك يزيدوك شويه وتقاد المسائل وتقضي غير ان شاء الله تفك السلعه هنايا. اللهم يسر السلعه راهي كما تشوفوا. تبارك الله ما شاء الله السلعه زينه. حسن راه حايف راه كيدير العجوله في السوق. على حسب السوق، السوق كسيرتك كسيرتك هي كتبيع في المحل. حسن هذا الشيء اللي كاين اخويا حسن، كتبيع ديما هنا؟ اه نبيع هنايا، كنبيع هنا، ولاد بهيمي كنبيعو هنا. حتى في السمين كنبيعو هنا للقزاز كيلو كلشي ما كاينش. كتسمنو كتسمنو؟ كنسمنو كندير كلشي على حساب دابا الغلاء اسعار ديال العاد ديال سميتو، حنا نقصنا شويه. وليتي كتفك هنا؟ ديال المصاري وصافي. ايوا اللهم يسر. خلي لنا الرقم تاع التليفون خي حسن 06 79 79 34 32 82 22 الله يدير الخير يا اخوان. الله يدير الخير. والله يسهل على الجميع. عطيناكم دابا التفاصيل الممله، شحال عاطينو اللي باغي يزعم شويه ويعطيه مرحبا. اللي بغى يجي عنده هنايا اللي يترس علينا يربح، كلشي يربح ان شاء الله، كلشي يربح، كلشي يربح بالله. اللهم يسر اخويا حسن. سلعه الربح ما نبيعو سلعه اللي نكتب. الله يجيبك السير، تبارك الله عليك. اللهم يسر. زيد 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 نديرو لهم ان شاء الله شي تصويرات. تصويرات اخوان، اعانكم الله. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. سير حتى سير. هذا عزيز علي بنادم. ضريف غيجي ضريف. عف شويه عليه، شويه عليه. راكم شفتوا التحركات ديالهم، شفتوا كلشي التفاصيل. الى فيديو قادم. السلام عليكم.